أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع: عليك عزيزي الطالب أن تميز بالإنشاء الطلبي من الأساليب الإنشائية، يتعرف على أحداث الجزء الثاني من الرواية، يوظف مفردات جديدة في جمل من إنشائه، ويتعرف على البدء. الأساليب الإنشائية الطلبية يعرف الكلام في الصلاح النحوي بتعريفات مختلفة، من أبرزها قولهم أنه اللفظ المركب المفيد بالوضع المقصود بذاته، يعني هذا التعريف التقيد بالأحكام والشروط الواجب اتباعها في بناء الكلام، وهو بمعناه الاصطلاحي يظهر بصور شتى. من هذه الصور الجمل الخبرية والإنشائية، ويقسم الكلام حسب هذه الجمل إلى ثلاثة أقسام، وهي الخبر، الطلب، الإنشاء. فكل كلام يحتمل الصدق أو الكذب، فهو خبر نحو أن السماء صافية، أما الطلب فهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب ويتأخر معناه عن لفظه، نحو قولنا إن السماء صافية، أما الطلب فهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب ويتأخر معناه عن لفظه، نحو قولنا حافظ على كتابك. وإن رافق وجود المعنى وجود اللفظ فهو إنشاء، مثل قولنا رهنت لك. يعرف الإنشاء لغة بالإيجاد، أما اصطلاحا فهو كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، مثل سامح واغفر. أيضا ما لا يحتمل يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به، فيأتي الطلب من الفعل في الفعل افعل، وطلب كف بالفعل من لا تفعل. أنواع الأساليب الإنشائية في اللغة: يقسم الأسلوب الإنشائي في اللغة العربية إلى قسمين، إنشاء الطلبي والإنشاء الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في ذهن المتكلم وقت الطلب. أما القسم الآخر فهو الإنشاء غير الطلبي، وهو يقسم إلى خمسة أنواع: الأمر، النهي، الاستفهام، النداء، والتمني. الأمر مثل ادرس بجد، النهي لا تلعب بالأدوات الحادة، استفهام هل حضرت الدرس، النداء يا أحمد تعال معي، التمني ألا ليت الشباب يعود يوما. الأمر عزيز الطالب يعرف أنه صيغة وضع لطلب الفعل أو طلب بها فعل بأداء على وجه الاستعلاء، وقد عرفه العالم ابن يعيش بقوله إنه طلب الفعل بصيغة مخصوصة وله ولصيغته أسماء بحسب إضافاته، فإن كان من الأعلى إلى ما دونه قيل له أمر، وإن كان من النظير إلى النظير قيل له طلب، وإن كان من الأدنى إلى الأعناق الأعلى قيل له دعاء. والأسلوب الأمر: صيغة فعل الأمر، صيغة الفعل المضارع، صيغة المصدر. الدعاء يأتي بصيغة الدعاء إذا كان من البشر إلى الله، كتضرع والرجاء والخضوع. أما الاعتبار كقوله تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الدوام كقوله تعالى: واهدنا إلى صراط إلى سواء الصراط، صدق الله العظيم. أنواع البدل: البدل عزيزي الطالب هو يقسم البدل إلى أربعة أنواع: بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، ولكن منها شكل يميزه عن النوع الآخر وهو من التوابع. فالتابع كما قلنا يتبع الكلمة التي قبلها في المعنى والإعراب، وتسمى المبدل منه فيما يأتي توضيح لذلك. بدل كل من كل عزيز الطالب يمكن أن نطلق عليه البدل المطابق، إذ إن هذا النوع من البدل يكون مطابقا تماما للمبدل منه، ولا يحصل مشكلة في الجملة إذا حذفنا البدل أو المبدل منه. فنقول: جاء الطالب محمد، فمحمد هو الطالب والطالب هو محمد. بدل بعض من كل، هنا يكون البدل جزءا من المبدل منه وليس مطابقا كالنوع السابق، فنقول قرأت الكتاب نصفه، البدل هنا هو نصفه، فأنا لم أقرأ الكتاب كله بل جزءا منه. الاشتمال: لا يعتبر بدل الاشتمال جزءا ملموسا، وإنما هو جزء يشتمل عليه المبدل منه، نقول أعجبتني الزهرة رائحتها، إذ لا يمكن لمس الرائحة ولكن الزهرة تشمل الرائحة الزكية. البدل أحكام البدل عزيز الطالب: لا يشترط أن يكون البدل مطابقا للمبدل منه من حيث التعريف والتنكير، فالبأس أن أقول تناولت الطعام طعاما لذيذا، فالبدل وقع نكرة دون التعريف والمبدل منه. أيضا لا يمكن أن يكون الضمير بدلا والمبدل منه ضمير آخر، ولكن يمكن أن يكون بدل اسما ظاهرا والمبدل منه ضمير. يمكن أن يكون بدل جملة والمبدل منه جملة، كقوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعملون، أمدكم بأنعام وبنين، صدق الله العظيم.
شاكرة لكم حسن استماعكم وتعاونكم.